احنا طبعا يعني لنثري جلستنا بموهبه وشاعر احنا كثير بنحبه برؤيا. يعني انت من اهل الدار ليث العويمر، اهلا وسهلا فيك. احنا قلنا بالاول انه الجمهور تعرف عليك من خلال الموسم الاول من نجم الاردن، ف اهلا وسهلا فيك معانا ليث، نورتنا. وطبعا احنا رح نستمع لاشعارك الرائعه زي ما قال فؤاد، الوطني والغزل اللي تعودنا عليك فيه بحلوه يا دنيا. بعد اذنك ليث تفضل سيدي. اشكرك. اهلا يا ليث. بدايه ارفع اسماء يا التهنئه وتبريك لمولاي الملك عبد الله الثاني والعائله الهاشميه وعايد الاسره الاردنيه فردا فردا والأمة الإسلامية بهذه المناسبة الفضيلة. وبعدين علما حنا والحديد عرب وحدة، أوه، ونخوتنا وحدة يا عيني، هل الحردة. وبعدين هم من عمدان البلقة، هذا ما حد ينكره. بارك الله فيك يا سيدي، الله يخليكم لبعض ويديم المحبة دائما بضيافتهم، وأنا معزب عندهم. معزب والله، ما أنت معزب من أهلهم. فبداية كوننا بمناسبة العيد ولي بعض الأبيات أقول فيها العيد، العيد يا حلاته العيد، يا حلاته والناس مجتمعة، نهلل ونكرر ونعيد، لنشوف الشمس مرتفعة ونقيم صلاة على البيد، والناس للخطبة مستمعة، والناس للخطبة مستمعة، والرحم ناصله أكيد، المسلم هذا هو طبعه، يمشي على فرض الحميد، يضحي ويقيم شرعه، وصلاتي للشفيع الوحيد اللي للخلايق فزعة. فهاي بمناسبة العيد في لي قصيدة برجة أنا أجي بيها ربي، يا سلام. فقول يا الله يا الله يا صاحب الجود، يا مشبع الطير وبطون نجياعي، يلي لك الخلايق ركع وسجود، صوم وصلاة وللهادي باتباعي، حجيج البيت مشرعين الزنود، تكبير بين طواف وساعي، يا محمل الغمام مزن ورعود. احنا بقعفور، ايوه، وقعفور تعتمد على المطر. آه. فاقول يا محمل الغمام مزن ورعود، تصبه على الجردة حرث وقاعي، يا مقلب الدنيا حدر وسنود، مقسوم بين الخلق شبر وباعي، انشدك يا الله والناس رقود، في صلاة قمتها لك وداعي، يا رب العرش والملائكة السجود، يا رب الرسل ومن آمن وطاعي، أنشدك بالهادي الشفيع الموعود، اللي لمته يوم الدين شفاعي، أسألك يا الله علينا تعود، من عقب الضيق تفرج باتساعي، رب سألته رحيم ودود، ما خاب عبد طلبه وضاعي. آمين. ما شاء الله ما شاء الله، يسلم ثمك. يسلم ثمك يا ليث، ما شاء الله. ليث طبعا احنا دائما بنقول لك انك من اهل الدار، لانه من خلالك احنا العيله كلها ما شاء الله مبدعه. الله يعني انت بالشعر، وزميلنا احمد عويمر من افضل المصورين اللي موجودين معنا برؤيا، وزي ما تحدثنا معك بالحلقات اللي ظهرت فيها معنا بحلوه يا دنيا، بانه دائما ليث انت بتشعر بانه الشعر موجود بعائلتك من زمان، يعني والدك شاعر، دائما في عندكم بالدم هالموهبه. هي بالجذور. هلا بتقدر تحكي على المايك العادي. هي بالدم، وبعدين هي من جدودي، جدودي قبل وراثة. في لي الوالد شاعر قبل، في عندنا كمان الشيخ ابو راشد عبد العزيز العويمر شاعر، عندنا دوجان العويمر شاعر، في لي بعد عروق قديمه ترد لاهلنا قبل عويمر بالسعوديه، كلهم شعار. فبرضو هذه متوارثة عند أهل البادية جميعا. في عنا شاعر ممتاز هناك، تحب تسمع أول شيء؟ آه طبعا. آه نسمع طبعاً. وين المشكلة؟ أبدا. نقدر نقرب له الميكروفون بعد؟ أيوة، نوصل له الميكروفون لو سمحتوا. تفضل يا حمد. سمعنا يا حمد، سمعنا. هذا من الحديد. حمد الحديد. أخو أبو زيد. أخو أبو زيد. والنعم والله عمي. الشعر مش منهم، الشعر من جده. والنعم والنعم. جده هزاع الحديد كان شاعر، وابو هزاع كان شاعر، واخذ الشعر من خواله. مش كلنا سمع. كلنا سمع. تفضل يا ابو زيد. انا ابو يحيى حمد الجفال. والنعم منك عمي. ساعدي يا زهير. لي عده محاولات قصائد
ومنها قصيدة ارفعه للشيخ برجس أقول فيها حياك ربي يا سند كل مظيوم. ارفع صوتك. حياك ربي يا سند كل مظيوم، يا كاس من بين الخلائق ثناها، يا طيب الأخلاق يا سيد القوم، أصل كريم من قديم رساها، ولد لشاهر ما بها زود وعلوم، والطيب ينبع من مشارب ثناها، عميد للبلقى دوما على الدوم، يعطيك ربي من المكارم ثناها، برجس حباك الله زينات العلوم، مثل الشمس تسطع بعالي سماها، حولك رجال كل غشم قرم وغشموم، لننتخو عندك تدافع سناها، حنا معك بالأمس وحنا معك دوم، أبشر أبو نضال دارة ترحاها، وبالمصطفى أختم كلامي على الدوم، عليه صلاة الله صبح ومساها. يسلم ثمك وإن شاء الله دائما مع بعض وإيد واحدة للخير إن شاء الله ولسلام هالبلد يا رب وتطور دائما دائما. كمان مرة أشكركم جميعا. ليث بنحب نسمع منك كمان شغلة، ولكن اسمحوا لنا نتوقف مع فاصل سريع ومكملين معكم.